السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. اليوم غادي نهضروا على اخبار كتعلق او عندها علاقه بالمنتخب الوطني المغربي، بلاص جديد محترفين المغاربه، اخبار انتقالات وما الى ذلك، وما نطولش عليكم ويلا نبداو على بركه الله. والبدايه كنحبدا بمشيئه الله تكون مع المغربي ادم ازنو لهذه يومين فقط. فجدنا تحليل تحركاتي والاسيست اللي كنعطى لي هاري كين، كنت قلت لكم في حال والو مدرب كومباني غادي يصعدوا للفريق الاول هذا الموسم، وهادشي اصلا كان واضح بعد ديك المساويات الكبيره اللي قدم في فتره الاعدادي مع نادي بافار، زائد ثقه المدرب كومباني اللي كان لعبوا لنا كاساسي في اكثر من مره. المهم الاصداء او الاخبار اللي جايه من قلب المانيا، في الكل اصبح يطالب الان بادم ازنو يكون مع الفريق الاول، خصوصا مع اصابه جوزيف ستانيشيت على مستوى الركبه، تحديدا عنده تمزق في الاربطه الركبه واللي غادي تبعده عن الملاعب لعده اسابيع. ومع انتقال مزراوي نصر الى مانشستر يونايتد، فكومباني دابا كيلقى راسو عنده ظهير ايمن واحد فقط وهو الفرنسي ساشا بوي. نعم ادم في الاساس هو ظهير ايسر ويمكن يلعب كجناح، ولكن مع كومباني في الماتشات التحضيريه راه كان كيلعب كظهير ايمن، وهذا اندل فكيدل على انهم بلاني او كان كيجرب ازنو واش غادي يخدم ليه في ذاك المركز ويكون بديل لساشا بوي. وطبعا النتيجه كما شاهدنا كاملين كان تالق واضح جدا للمغربي ادم، علما ان ازنو في الفئه السنيه لعب بزاف في مركز ظهير ايمن، يعني تقريبا بحاله بحال نصر في محطتي غادي تلقاه، رغم انني كنفضل يبقى مركز على بوست واحد فقط غادي يكون افضل. المهم وبنسبه كبيره جدا عقلوا عليه مزيان بان ادم غادي يكون مع الفريق الاول في اولى مبارياتي هذا الموسم في الدوري الالماني، وبين قوسين الدوري الالماني باقي ليه غير 3 ايام فقط وغادي يبدا ان شاء الله، وادم حاليا كيتريني مع الفريق الاول كما كيبان لكم في هذا الفيديو ديال الحصه التدريبيه ديال هذا اليوم، واللي بارطاجا هو واحد الصحفي الماني مهتم باخبار النادي البافاري. وباش تعرفوا ازنو كما كنقولوا داير بلاصتو مخلي صدى زوين داخل النادي الالماني، فمنذ ايام كانوا يسولوا اللاعب الكندي الفونسو ديفيز اعطيني لاعبين الشباب اللي يمكن يديروا مسيره كبيره بزاف في المستقبل، والجواب ديالو كما غادي تسمعوا كان هو التيل والمغربي ادم ازنو. And two young Bayern players you're tipping for big things in their career. Matthijs and Adam. يعني باختصار توماس قاسحراس كان كيصعدوا مره مره للفريق الاول في الموسم الماضي، وحاليا كومباني مقتنع به وهناك توجه لتصعيده والاعتماد عليه مع الفريق الاول. وشفنا الفونسو ديفيز اللي يعتبر حاليا من افضل الاداره في العالم، لانه كما عارفين احتوى في الصف الاول مع اشرف حكيمي ونصر مزراوي ارلوند ووكر الى اخره. اعترف او عنده نظره في ازنو بانه غيكون عنده شان كبير بزاف في المستقبل، والفاهم يفهم. اما عن انا الزروري فكما ذكرنا لكم البارح بان انتقاله لفريق لانس هي مساله وقت ليس الا، وفعلا داكشي اللي كان بحيث نادي لانس اليوم رسميا اعلن عن ضم المغرب بأنس الى غايه سنه 2000. ايضا عندنا ولي جديرة وحسب الصحفي ماتشو موريتو اللي كيشتغل في صحيفه تريلفو اسبانيا قال بلي النادي الاسبانيول يرغب في ضم الدولي المغربي الى صفوفه على سبيل الاعاره. وكاينين كذلك بعض المواقع المهتمين باخبار نادي نابولي اكدوا كذلك بلي الاسبانيول مهتمين بجديرة. ولي اما اللي كيسول على سفيان بوفال علاش ما بقاش كيلعب نهائيا مع نادي الريال القطري بل هو ما كيكونش متواجد اصلا في قائمه المباراه، القصه باختصار وهو ما مسجلش او ما تمش ادراج الاسم ديالو في قائمه النادي اللي غادي تشارك هذا الموسم بالدوري القطري، والسبب انه اصبح خارج حسابات النادي وتم على مغادرته، علما ان العقد ديالو مع الريال القطري غادي يسالي حتى لسنه 2026، واللي خلى اداره نادي الريال تستغنى لك على بوفال هي كثره الاصابات، زائد خايفين في وسط هذا الموسم لا يتعرض لشي اصابه ويغيب لمده طويله، وبذلك غادي يضيعوا في لاعب اجنبي، لهذا فضلوا الاستغناء على سفيان بوفال، اللي اصبح انتقاله من نادي الريال هي مساله وقت ليس الا. كذلك عندنا الكابيتان وغانم سايس نفس البلان بالملي مع نادي السد القطري، اللي ما قاموش ايضا بادراج اسمه الى قائمه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في هذا الموسم بالدوري القطري، وهذا هو السبب اللي خلانا نشوفوا سايس حتى الان ما كيلعبش مع فريق السد. وهذا مشكلة كبيرة جدا كتواجه المدرب وليد الكراكي، لأغلب ركائز والنجوم ديال المونديال القطري حاليا كيعيشوا وضعية صعبة جدا مع الأندية ديالهم. فبجانب سايس وبوفال عندنا كذلك نايف أكرد اللي كما عارفين أصبح خارج حسابات المدرب لوبيتيكي، ولكن على الأقل نايف مرشح بقوة باش يكون معنا في المعسكر القادم. أما سفيان بوفال وغانم سايس فللأمانة راه صعيب بزاف، لهذا الكراكي غادي يستعين باللاعبين ديال المنتخب الأولمبي. أو بين قوسين وحسب الأخبار اللي كاينة كتقول باللي أيوب العملود يتواجد حاليا في اللائحة الأولى ديال الكراكي ولي. عموما كنتمنوا لهذا الثلاثي تقاد الوضعية ديالهم في أقرب وقت ممكن ان شاء الله. اما بالنسبه لكريستيانو رونالدو وقناه اليوتيوب ديالو اللي دارت بوم مؤخرا واللي في اقل من 24 ساعه وصلت الى اكثر من 20 مليون مشترك، فهاد البلان عندي عليه واحد التعليق او تحليل شخصي بغيت نبارطاجي معكم باختصار. فابار انه لاعب عنده جمهور ضخم جدا في العالم كامل وهو الى اخره، فكنشوف بان شركه اليوتيوب بنفسها كتلونسي قناه كريستيانو، بمعنى كتقصد تقترح بزاف على المتابعين، اولا لانه من مصلحتهم يكون واحد بحال رونالدو على منصه اليوتيوب، ثانيا واللي خلاني نقول بانه كاين تنسيق بين رونالدو وشركه اليوتيوب، وهو بعد فتح القناه بتسع ساعات فقط رونالدو كيبارطاجي لك واحد الفيديو على انه وصلوا الدرع الذهبي ديال اليوتيوب، وحنا عارفين بلي الدرع مستحيل يوصلك في ذاك الوقت الوجيز من امريكا الى السعوديه، والناس ديال اليوتيوب راه عارفين هادشي مزيان، بمعنى وقتاش دوموندي عليه رونالدو وقتاش غادي يتقاد هذا الدرع وكذلك وقتاش غادي يتم الارسال ديالو من امريكا الى السعوديه، مستحيل هادشي كامل يكون دار في 14 ساعه من انشاء القناه، لهذا واضح جدا ان هناك تنسيق او اتفاق بين شركه اليوتيوب ورونالدو، وهذه كتبقى وجهه نظر تحليل شخصي اللي كنشوف بانه قريب او فعلا منطقي. ودابا غادي نسمعوا لاعبين اخرين حتى هما دخلوا لك لمنصه
لي يشوف في القريب العاجل ان شاء الله. والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا لختام وخير الكلام ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.